تحدي صعب. العين هتبقى مفتحه على منتخب مصر في ظل وجود نجمه الكبير محمد صلاح. محمد صلاح هتبقى عليه يعني حمل كبير جدا انه يقود منتخب بلاده في اللحظه دي. يبرهن يعني مش عاوز اقول الضغوط هتبقى، لا هتبقى في ضغوط كبير جدا. ايضا كل المنتخبات اللي هتواجه مصر تتضع محمد صلاح في حسابات ازاي حجم ايقافه. اكيد يعني اجيري عنده حلول بقى الحلول بدائل، لازم يكون عنده امتلك الحلول وشاف انه زي ما هو قال في تصريحاته ان منتخب مصر مش منتخب النجم الواحد، لا منتخب مصر منتخب جماعي بيعتمد عندنا ثلاث خطط. قال ان انا لعبت بثلاث خطط في مباراه تنزانيا. يعني ثلاث خطط هو ممكن نحاول يجرب بس اكبر قدر من اللاعبين. انا مشفق عليه لانه جاي في وقت صعب. الوقت الصعب جاي اللي هو جاي من مرحله تغيير جلد، تطوير في للمنتخب، البحث عن وجوه جديده. اعتقد انه الدوري المصري ما افرزلهوش اللي هو عايزه. يعني لم يقدم الدوري المحلي رغم انه انجازات اخر ثلاث بطولات افريقيا تحققت بفضل الدوري المحلي. بفضل الدوري المحلي كان دوري قوي جدا وكان امتلك يعني الاهلي وقتها من افضل مجموعه من اللاعبين ممكن ما تتكررش غير كل 20 سنه مره. يعني الحاجات دي بتبقى طفرات في الكوره. اي نادي فيه انديه زي برشلونه في اسبانيا لما اسبانيا عملت الطفره بتاعتها كاس عالم واوروبا عملت شو كان بفضل الحاله كان بيعيشها. اي مع توافر عناصر مميزه سواء من قله المحترفين او في نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي كل الحدوثه دي احدث الطفره. الوضع الحالي مختلف بالنسبه لي انه بيمتلك اعتماده هيبقى على محمد صلاح ولاعب الصاعد بقوه محمود تريزيجيه معاه طارق حامد لاعب مهم جدا في نص ملعب. ايضا النني لابد انه يبرهن على انه هو لاعب كبير وبرغم الضغوط اللي هو بيتعرض لها في الارسنال الا انه عنده القدرات. يعني احنا مش عاوزين نضغط عليه بعد مشاركته مع ارسنال في الموسم لكن يعني عاوزين نقول ايه انه لاعب اكيد لاعب مهم جدا يعني ليه دور. عندك بقى احمد حجازي يعني عاوز اقول لك ايه الامور في منتخب